تتبدأ أخبارنا الرياضية من كأس العالم، إذ تختتم اليوم مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة. ففي الساعة السابعة بتوقيت القاهرة تلتقي كوستاريكا مع إنجلترا في لقاء غير مؤثر، بينما تواجه إيطاليا منتخب أوروغواي في لقاء يحدد المتأهل عن المجموعة الرابعة إلى جانب كوستاريكا. وفي 11 مساء وفي المجموعة الثالثة تلعب اليونان مع كوت ديفوار واليابان مع كولومبيا لتحديد الفريقين المتأهلين عن المجموعة، حيث كانت قد تأهل منتخب كولومبيا. كانت هولندا قد فازت على تشيلي بالأمس ضمن المجموعة الثانية بهدفين نظيفين ليتأهلا معا لدور 16. وتلتقي هولندا مع منتخب المكسيك في الدور الثاني بعدما فازت الأخيرة على كرواتيا بثلاثة أهداف لهدف لتتأهل كثاني المجموعة الأولى، بينما تصدرت البرازيل المجموعة بفوزها على منتخب الكاميرون بأربعة أهداف لهدف، كما أنهى منتخب إسبانيا مشاركته في البطولة بفوز معنوي على أستراليا بهدفين نظيفين بثلاثية نظيفة. أنهى مسؤول النادي الأهلي إجراءات ضم حسين السيد ظهير أيسر نادي المقصة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة ثلاثة مواسم. ودخل الأهلي في صراع مع مسؤول الزمالك على ضم اللاعب الذي تألق في الفترة الأخيرة وانضم للمنتخب الوطني خلال مواجهة جامايكا الودية الأخيرة. جدير بالذكر أن اللاعب كان قد أحد ناشئي الأهلي قبل الاستغناء عنه قبل بداية الموسم الحالي. أدى فريق الزمالك مرانا مغلقا استعدادا لمباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي في الجولة الأولى لمباريات الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري والمقرر لها يوم السبت المقبل. ولم يشارك في المران كل من مؤمن زكريا وأحمد سمير فرج وياسر إبراهيم بسبب الإصابة. ومن جهته قال أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأبيض إن الفوز على الأهلي يحسم لقب الدوري للزمالك بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه يثق في إمكانيات لاعبيه وفي قدرتهم على التتويج باللقب.